أمين أمين يا أمين. فايز بدر مالك يا قد تتنفد كده؟ لا ما تخافش، أنا عارف إن أنت أنا بتاكل عيش. المعلم بتاعك فين؟ مش موجود. مش موجود راح في أنهي ده يعني؟ هو آخر حاجة قالها لي إنه مسافر. مالكش هيجي أنت؟ لا بس هو شكله مطول حبتين يعني. وماله يطول براحته، الأيام قريبة من بعضيها. طب ما تيجي تشرب حاجة، والله ده مكانك. المكان اللي يقعد فيه الرئيس بدر ما يبقاش مكان واحد نجز زي المعلم بتاعك. بلغه اللي أنا بدور عليه. حاضر، نورت المكان. إيه يا معلم؟ في ياض بدر كان هنا وسأل عليك. وانت قلت له ايه؟ قلت له انك مسافر طبعا. ما قالكش عايزني في ايه؟ لا بس نيته كلها مليانه شر. تقلقش ياض، قبل ما يفكر يعمل اي حاجه هتكون الحكايه خلصت. مهم انت لازم تجيب لي اخبار الواد حمزه وفي اسرع وقت. حاضر. بقول لك ياض، الحتتين الجداد اطلع فوق صورهم وبعتهم لي على الواتس. حاضر. ماشي حبيبي، بالسلامه يا حبيبي، بالسلامه. السلام عليكم. فلوس يا عم بتاعت الوصلات بتاعت رجب السايساي. انت مين؟ مين يا عم انت هتحقق معي؟ انت مش عندك وصلات مقدمه باسم رجب السايس ولا لا؟ عندي بس افهم، فهمني. افهمك ايه يا جدع؟ فلوسك ايه؟ قوم بينا نشوف نروح نخرج الراجل ولا نجيب محامي يطلعه، ولا انت مالكش الا في اذيه الناس وخلاص؟ انت مالك يا عمنا داخل كده شطح مطح فينا كده ليه يعني؟ احنا بندور على حقنا، واللي بيدور على حقه حاجه ما تزعلش يعني.